up. Knee up, come on. Keep going. معك الهيدا، اعطيني ايدك، ما تخافي، نامي شوي على ظهرك. هي جيب لي مطلع تابي، جيبي لي وحده زرقاء، جيبي لي وحده زرقاء. شو؟ افتح الباب بليز وراها. نامي، في راسك عليها. اوكي. عادي وقت يكون عم نعمل شيء كارديو هالقد انتنسف شيله بعدين بس خلص دغري رجع حطه. يلا جايز كلنا بنحط المطلة هون تابي. يلا اي 1 يس 2 ابس 3 4 شايفتيها شو عم تعمل؟ 6 اوكي شايفتيها 5 جو. وين صرنا؟ ايه جو بس بلش بدنا نرجع نعيد هلا. ايه 1 2 شانتال 3 4 5 عملنا 6 بعد 10 لاني بحبك بس 9 11 keep going كفي كفي ما عليك كفي 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 سبحان الله في افهم شو دخل وجع الدرس به والله ما دلع بتكلم بجد لو اقدر اعملها بقى هعمل على فكره انا ما بمثلش انا بتكلم بجد ولا بتدلع ولا شو ولا بتدلع لو بقدر أعمل. ابدا هي تتدلع ابدا خالص كلهم عارفين لو بقدر اعمل حاجه بعد تقدري تعمليها تتدلعي مره ادتني حاجه تحمسني اوكي في لك شغله ما حوجع عم بوقف الصف كله كرمال لانه واقفين في لكم شغله اللي ما عم بيعملوا سبور ما بدكم تعملوا سبور كل الموسم ما بتعملوا معي سبور ما عندي مشكله حركات ما بيقدرش بعطيكم اذن خطي انه عندك مشكلة بركبتك عندك أيوة مشكلة ما بعرف وين في حركات ما بنقدرش نعملها كلنا مش انا بس يعني ما في حركات صعبة كل الحركات ولد عمره سنة بيقدر يعمل هيك ولد عمره سنة ما بيعمل شيء غير هيك ولد عمره سنة ما في حركة ما عم اعملك بوش اب اجريكي بالهواء وايديك على الارض عم نعمل كل شيء فيري نورمال فيك تعملي خمسة يمكن ما فيك تعملي عشرة اوكي بفهم بس اعملي ما عم تعملي شيء بليز جايز اللي ما بده يعمل سبور بده يضل واقف بليز هلا يقول لي اسمه بيطلع بعطيه اذن ببطل يجي على سبور ما في واقف كل مره ساعه سبور كرمال حدا ما له جديد واقف هيك بالصف نيجاتيف فايبس اكثر من هالقد ما في ما بعرف كيف رح تطلع واقفين هيك مش معقول ساعه سبور عم بعطيكم حماس وحدا واقف عمل لي هيك مش معقول ودائما نفس الاشخاص دائما نفس الاشخاص دائما بدي اعيد
كل مره بنعمل سات سبور بدي اوقف نص ساعه بس للي ما له جديد يعملوا عاملين هيك انه فيكم تعملوا مرتين ثلاثه كل حركه ما تعملوا 10 مرات بفهم بس ما فيكم ما تعملوا شيء ما بدكم تعملوا شيء ما توقفوا بالصف وقفوا فوق طلعوا العبوا فوق غنوا رقصوا ما بتشوفش مرتين ثلاثه اللي احنا بنعمله يعني انت ما بتشوفنيش انا بعمل مثلا مره اثنين دايما شايفني مش ما بعملش ما لانه دايما ما بتعملي عم بحكي شيء غلط حدا شايف شيء انا ماني شايفه عم بيتهيأ لي قولك؟ لا خالص أنا اللي بتهيأ لي رايز بدي لكم شغلة أنا بس كون عم بعطيكم سبور ما عم بعطيكم كرمالي أنا جسمي الحمد لله ما بدي شيء ما بدي سبور بعمل كل يوم سبور عندي 5 ساعات بعطيهم سبور ما عايز أعطي هون زيادة يعني في لكم عملوا هيك عملوا هيك واتفرج إيدي بجيبي ما أتعب معكم وما منزل نقطة عرق واجي ما عامل افور 1% بينقص وزنكم بيتحسن جسمكم بتشدوا جسمكم ولا لميت سنة ما يتحسن ما حتفرق عندي بس تفلوا مستار اكاديمي ما حشوف حدا منكم انا اكيد الا اذا التقيت بالصدفة بشي حدا هيدا كل شيء حشوفكم فيه حدا عندكم حياتكم الخاصة عندي حياتي الخاصة ما حدا ما في انتراكشن بين بعضنا انا هون كرمالكم كرمال لساعدكم إذا أنتم ما بدكم تساعدوا حالكم ما في أعمل ما في أجبركم على شيء ما بعيط على حدا ما عندي شيء بيرسونال بينه وبين حدا جاي لهون بس لأعطيكم هالصف وتفلوا بس ما فيكم توقفوا بالصف عاملين هيك